فقرة معلومة اليوم. طبعا نتعرف إلى متلازمة تترس التي تنسب إلى لعبة الفيديو الشهيرة تترس. تحدث هذه المتلازمة بسبب ممارسة مكثفة لنشاط معين لدرجة أنها تؤثر حتى في الأحلام والأفكار. نعم، ملاحظة الخبراء أن من يلعبونها فترة طويلة يتخيلون اصطفاف الأشكال في العالم الحقيقي بشكل متناسق كما في اللعبة، أو يرون أشكال أحجار التترس طوال الوقت. وتحدث هذه المناظر في الأحلام أو عندما يغلق مدمنو اللعبة أعينهم للحظات قليلة. نعم، كما تحدث متلازمة تترس عند ممارسة بعض الألعاب الأخرى مثل أحجية الصور المقطوعة ومكعب روبيك. يعني ربما هني كثير من الأشخاص كانوا، نحن كمان كنا نلعب تترس كثير وكان يصير معنا هيدا الشيء من دون أن نعرف أنه هذا سندروم أو متلازمة معينة تصيب الأشخاص الذين يتعرضون يعني هذول. يعني لعبة تترس ربما ومكعب روبيك كان دارج بشكل كبير جدا أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات تماما هاني. يعني أول من وضع هذه الفكرة هو المؤلف جيفري جولدسميث عام 94 كما ذكرت، وقال أنه أثرت فيه لعبة تترس على نومه وشعوره أنه ما زال يلعبها حتى وهو نائم. وهذه الظاهرة هاني دفعت العلماء لاستكشاف الذاكرة وبنية الدماغ بناء على ذلك.